السلام عليكم. انا كنت جاي بالليل، جاي من هاد صحابي باش ناخد الكارو ديز العساس، تلاقاو ليا كانوا سكران وحده الجنويه وجوج جاز نقرات الشراب. هي هذيك بقيت نناقش انا وياه شحال هادي، من تناقش انا وياه شحال هادي جا قال لي هذاك الشيء اللي يدك النار كذا كذا كذا، هو يبغى يشير عليا بجنويه يطيح له حيدوها لي، وما شدوني بثلاجه تحت الارض، واحد ضربني بكاس راه ورشيري بقى راه الاخر قطع ليا ودنية، عطني قطع ليا ودنية. والثانية هادي جاتني بمضى ما حكمنيش، هي نطيح انا نغيب، وانا تنطلبها من السلطات والامن الوطني ياخذ ليا حقي، حتى ما خديليش حقي راه عندي شي كارثة مقعودة. صافي بقينا عاش نهضرو بالزربة، هضرنا مع شد ما يتشد. صافي بداو شي يشيرو وماي هما كانوا سكرانين ومقرقبين. دابا راه مريض راسي تيضرني، عشان انا ضرب بزاف راسي دارني دابا مابقاش يبغي راه ودني جا قاينو ليا الحريق، تيقول لك صافي انا ما نهضر مع حتى شي واحد. انا رسالة بغيت نوصل لهاد الناس هما ياخذوا ليا حقي بلا ما نشدهم وندير في شي واحد شي حاجه، نفصلو ولا نديرو شي حاجه ولا نقتلو. انا باغيش نمشي للحبس، راه عندي امي مريضه، باغيش نمشي للحبس نقرق في الحباسات. مشيت عندهم ديكلاريت عادي شنو وقع شنو وقع شنو وقع، قلت لهم شنو وقع شنو وقع، قالوا لي صافي سير ناخذ لك حقك. شتا نمر التليفون قالك تنعيطو لك، ما خداو لي حقي لا هو. دابا من نهار الثلاث. السلام عليكم. انا ولد اختي تعداو عليه شي وحدين، غادي جاي من عند صحابو كان جالس معاهم، غادي ياخذ الكارو تلاقاو معاه، هو كان نقاش بيناتهم من شحال هادي، يعني راه مده نقاش بسيط ماشي زعما شي حاجه، ما مضاربين لا والو. داو حتى البام تكرفسوا عليه وضربوه، وثلاثه ضربوا به، قطعوا له ودنه. المهم خلاو له حاله تغيب تما، قال لك غيب صافي. هي هذيك شوف ها نتوما، ها ها ودنه قطعه، ها هي التكرفيصه اللي تكرفسوا عليه. المهم تجاتي هرب ليهم لهنايا، جاو عيد الدراري اللي لقاو في الليل، دقوا على الدار، خرجوا الوالده تاع ولاد الحومه. كيعرفوه زعما جوج راه تيعرفوه ولاد الحومه، هنا واحد ساكن في بام، ويعني ما بيناتهم حتى شي حاجه كبيره باللي يديروا له هذه الحاله كلها. هما كانوا شاربين وعقيلهم مقرقبين، وداو حتى تما كانوا بعدوه على الحومه باش حتى واحد ما يسمعوا ولا يشوفوا من الدراري تاع الحومه، حيت لا شافوا شي حد زعما راه غادي يفكوا ولا هذا. داو حتى تما غير الخلا وتكرفسوا عليه مزيان. هو جا تيجري مسكين حفيان من غيب ولا فاق، جا شي صاحب شي دري لقاه تيبقى تيدق في الباب ويعيط الوالده تاعو لخوه، والخوت راك عندنا خوتنا هذا بقى كيعيط. صافي خرجوا لقاوه طايح برا، من هزوه داوه هزوه داو انا داوه للسبيطار، داروا قالوا له سير القنيطره. المهم صيفطوا القنيطره، وهذاك اللي معاه المشكل كان في الكوميساريه، شدوه وطلقوه. علاش شدوه وطلقوه هذاك النهار؟ لغد ليه ديكلارا، لغد ليه مشات الوالده تاعو، وهو دينا هو ومشينا للسبيطار باش يديروا الشهاده. كان عنده الشهاده قالوا لهم حتى السيمانه الجايه، دازوا داروا ديكلاراسيو ديالهم، داروا المحضر ديالهم 35 يوم، وباقا غادي يزيدوه وحده اخرى غدا. هذه درناها عاد محلف، حيت هذه السبيطار ما كانش اللي يدير له الشهاده، درناها عاد محلف باش يبداو الدوسي يفتحوه، قال لك ضروري الشهاده. دابا غدا راه عنده في السبيطار الموعد، غيمشي يدير شهاده اخرى. وراديو على راسو، سكانير عطاوه هذا يديرهم هنايا كوميساريه ديال اللي في طريق قنيطره. تيضروا راسو دائما، دابا هاد الايام كلها تيقول لك راسي تيضرني، تيضروا ونيفو من هنايا مع بحال اللي بركوا عليه على وجهه هنا. هاد العظام عنده تيضروا هنايا، يعني واحد مع الاخرين جوج هاربين وواحد راه خدام، علاش زعما ما يتعتقش؟ حنا تنطلبوا من النيابه العامه والسي الحموش يشوف في وجه هذا الولد، راه عنده عمه ومريضه بالسرطان وما وكتخدم عليهم، راه حتى هما راه زعما تكرفسوا عليه بزاف. تنطلبوا من المخزن والبوليس والنيابه العامه والسيد الوكيل الملك يشوفوا من حاله هاد الدري، ما تيدوزوا من حدانا المولى هذا، كضحك وكتبقى تشوفوا هذا وعادي. رساله حنا كنطلبوا المخزن ياخذ مجراه، هادشي اللي بغينا.
حنا بغينا لا يقدر الدري يولي شويه، راه تيقول لك انا لو وليت شويه راه نقدر ما عرف شنو ندير، نمشي للحبس بشي هذا. حنا بغيناش الدري يمشي للحبس يمشي يقتل شي حد ولا هذا، ونوليو في مشكله كبيره. حنا بغينا المخزن ياخذ مجراه بثلاثه وبركوا عليه على وجهه يعني، وشدوا له يديه يعني، ماشي واحد ولا دا واحد راه يقدر عليه، اما ثلاثه راه شدوا له يديه وتكرفسوا عليه. وكون ما هربش ليهم ديك الساعه راه قالك حتى غيبت من قطعوا لي ودني غيب، ولا بحال اللي ضرباته الفايقه، ولا كابر وهرب ليهم. حنا بغينا عامل المخزن ياخذ لنا حقنا، هادشي السي الحموشي يشوف وجه هاد الولد وتشوف وجه امو راه مريضه مسكينه بالسرطان، وراه ما عندهم لا حنين لا رحيم. هادشي اللي غنقولو، المخزن ياخذ له حقه.